نواف، اليوم فقرة مقادير لأول مرة من بداية البرنامج تكون شوي ممتعة وفيها تنوع، فيها محاور حلوة، فيها أخذ وعطاء. كيف تشوفها باختصار؟ أنا أشوف، أنا سألت نواف يا فهد، والله إذا قلت نواف إنه كنا يطمع نفسه، كان يقول فهد تدري ليش؟ أنا أطلب طلب لعبد الخالق المرة الجاية يبلس هناك. والله من حبي لها حسك. الله يطول بعمرك. أنا وياه راسين في مصر. الله يطول بعمرك، نشرف نفتخر طال عمرك يا أبو معين. يلا تفضل يا حرجني، أبغى أتهاوش معه. طيب تفضل. الصدقي والله كان في تنوع اليوم، شفنا فقرة المقادير طلعت صادق، أعطى جوه، شفناها بشكل جميل. بالعكس كان في تنوع، كان حتى في تنوع، انا اتوقع ان اليوم فعلا كان في اعداد صحيح للفقره. انا متاكد انه كان رجع اسامه، رجع اسامه، اتوقع انه جميري وكانوا يجتمعون، ما ادري، اتوقع انهم يجتمعون، ما ادري، يمكن شفت يمكن تصالح الجميري والاحمد، انا ما ادري، بس اتوقع ان بوادر خير. ان شاء الله نشوف فقره مقادير، ان شاء الله نشوفها من الافضل للافضل باذن الله. طيب بعد اوكي اليوم. مفلح اي مفلح، فقرتك اليوم ممتازه. أو خلاص تدري ايش العجوبة؟ ان مقادير ممتازة واللي يديرها مفلح، هذا الاستغرب، عجب على عجب، واليوم كله اجمل ما فيه مقادير. طيب اعطونا المقطع اللي طلبه سعود لاثبات كلامه امس فيما يخص احمد العوض وعثمان الجنيبي. اتمنى يقفلون الصوت احنا نعلق عليه لان كان فيه سعود، صوتك هوا يا سعود، يلا وينه؟ اعطونا المقطع.